جي بلازما هو بيشد الجلد. السكس باكس هنا بنيجي بقى بنستخدم في تقنيه تانية اسمها النحت الديناميكي او النحت رباعي الابعاد، حلو، اللي هو ان انا بقدر اشوف العضلات بتاعتي. يعني ده فيديو انيميشن ممكن بيوضح النحت الديناميكي او زي ده بالظبط. بالظبط ده النحت رباعي الابعاد. بص اوكي، احنا عملنا ايه؟ اول حاجه رسمنا كل العضلات اللي موجوده في الجسم. حلو قوي. كنا في الاول بنقدر نشفط الدهون، الله، فلما ده نيجي انت وش وظهر بالظبط واي منطقه في الجسم وحتى الدراعات نقدر ان احنا ننحتها. حلو قوي. بنقدر ان احنا نتحكم بقى في الشفط هنا. بنشفط اكتر المناطق اللي هي ما فيهاش عضلات بارزه، يعني مثلا سيكس باكس احنا بننحتها، بننحت الجسم كله بس بنقسم السيكس باكس فيها. كنا في الاول شفط دهون ننحت الجسم كله داير ما يدور ما بيهم، يعني وبنعتمد ان المريض او الشخص يروح الجيم عشان ان هو يشتغل عضلات فالعضلات بتاعته تظهر. حلو قوي. الميزه هنا في النحت رباعي الابعاد ان احنا بنقدر لو هو ما عندوش هذا الوقت او ما عندوش ان هو يقدر يروح الجيم او عايز نتيجه سريعه طب جدا. لا صدقني، انا في ناس اعرفها كل يوم في الجيم بالظبط، دي حقيقه، وجسمه حلو جدا او جسمها حلو قوي، بس مثلا منطقه البطن دي عقده، صحيح. فهو متهيألي هو ده الحل بس يعني. يعني في ناس حتى مهما يروح الجيم ومهما يبقى رياضي نفسه السكس باكس عنده تظهر ما تظهرش خالص. وكمان بيبقى فيه بطن، بالظبط، يعني بيبقى مفيش فيه بطن فايدة ودهون يعني. عنيدة. ما هي دي فكرة ليه عشان كده اسمها دهون عنيدة. الدهون العنيدة هي دي اللي اتعملت عشان اشفط دهون تحت خالص.